الجديد والناري في صفقة النجم المغربي حكيم زياش إلى فريق برشلونة الأسباني في الصيف المقبل، أطلقه اليوم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة من خلال تصريحاته النارية والصادمة لصحيفة الموندو ديبورتيفو الأسبانية. وإليكم التفاصيل. أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن فريقه سيدخل بقوة في الصيف المقبل للتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش نجم نادي تشيلسي الإنجليزي بطلب ورغبة من مدرب الفريق تشافي. واستكمل خوان لابورتا تصريحاته النارية حيث قال: زياش لاعب كبير ويقدم حاليا مستويات رائعة مع فريقه تشيلسي تجعله من بين أفضل اللاعبين على مستوى العالم حاليا. واعترف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن المفاوضات مع إدارة تشيلسي لن تكون سهلة بشأن ضم زياش في الصيف المقبل، ولكن فجر خوان لابورتا مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: مستعدون لدفع أي مطالب لتشيلسي من أجل الاستغناء عن الساحر المغربي حكيم زياش، خاصة بعد حل الأزمة المالية التي كان يعاني منها الفريق في السابق. وفي سياق متصل أكدت صحيفة إسبورت الأسبانية أن برشلونة على أتم الاستعداد لدفع مبلغ 100 مليون يورو من أجل استقدام الساحر المغربي والنجم المغربي حكيم زياش إلى ملعب الكامب نو. هل ترى أن حكيم زياش صفقة مفيدة لبرشلونة؟ وهل ترى بأن برشلونة مكان مناسب لاستمرار تألق زياش في الصيف المقبل؟ أتمنى تنزل تقول رأيك من خلال التعليقات.